السلام عليكم، معكم كريمة. اليوم حنحضروا مع بعض كيفية تحضير التيراميسو الإيطالية. أولا راح نحتاج إلى هذا البيضوا، نحتاج إلى كريم فريش ليكيد 200 ملليلتر، راح نحتاج إلى كاس ماء، نحتاج إلى كريمة تيراميسو جي بودرا كيما كريم شونتيي، ونطلعوها بالحليب البارد. نحتاج كذلك الى كمية تاع نسكافيه وكمية من الماء دافي كذلك. نحتاج الى 200 غرام تاع جبنة المسكربون. بالنسبة للسكر إلا حبيتها تجيك يعني ماشي حلوة بزاف، يعني نكتفي فقط بهذه المقادير. وإلا كنتي حبيتي تجيك حلوة يعني تقدري تزيدي 60 حتى 80 غرام تاع السكر. إذا هنا راح نحط 80 غرام تاع كريمة التيراميسو، هاياك تلقاوها في المحلات تاع بيع الحلويات ولا في السوبرات الكبار، راح تصيبوها. اذا نخلط 80 غرام تاع كريمة التيراميسو مع نص كاس حليب بارد جدا، نخلط مليح بالباتور حتى تطلع لي وتولي لي على شكل كريمة. اذا كيما راكم تلاحظوا جينا عقده، نشوفوا نتي عقده ثقيله بزاف. الان راح نضيف لها 200 مليلتر تاع عفوا راح نزيد لها 150 مليلتر تاع كريمه السائله كريم فريش ليكيد. نخلط جيدا المكونات. اذا راح نتحصل على هذا الخليط ثقيل، يجينا ثقيل بزاف. الان راح نزيدو جبنة المسكربون هكذا، نخلطو مليح بالباتور هكذا، نقعدو نضربو مدة 20 دقيقة باش نتحصلو على هاد الكريمة تجي ثقيلة. ملاحظة فقط، التيراميسو كي يديروا التيراميسو، حاجة الأولى يعني نضربوا صفر بيض، 3 بيضات صفر البيض نضربهم فوق حمام مائي مع السكر باش يذوب السكر. لكن أنا ما حبيتش نعمل البيض، في بلاصة البيض عملت كريمة التيراميسو اللي جاية في العلب، لأنه جاية حلوة فيها السكر، عليها أنا ما درتش السكر. يعني ملاحظة فقط باش نوضح، أنا رومبلاسيت صفار البيض بكريمة التيراميسو. نعاود نوري لكم الصورة تاعها، تلقاوها في المحلات. إذا أول حاجة أنا مغلف المول تاعي راح نفرش فيها التيراميسو بابي المونتاغ هذايا، ومن بعد نجيب شويه ماء سخون هكذايا نفرغ فيه في الصحن الماء سخون، ونزيد نعمل ملعقتين تاع النسكافيه هكذا. اذا اولا راح نغطس اصابع تاع البسكويت تاعنا هكذا في النسكافيه، ونستف داخل المول هكذايا. الان راح نضيف الكريمه تاع المسكربون، تقدروا تعملوا بالكيس الحلواني، انا راني نعمل بالملعقه هكذايا. ونبدا نعمل الطبقه الثانيه تاع البسكويت هكذايا حتى نكمل كامل الطبق. اذا هكذا انا كملت الطبقه الثانيه، الان راح ندير الكريمه من الفوق
كما قلت له تشوفوا هكذا هي مشيها مليح. الان راح نرش عليها بودره الكاكاو هكذا هي. اذا راح نخليها في الثلاجه مده 4 ساعات على الاقل من بعد نقدموها. اذا هذه هي التيراميسو تاعنا راهي واجده كل وحده وتزينتها. انا زينتها بالشوكولا البيضاء هدايا. الى عجبتكم الطريقه ما عليكم غير تشاركوا بالفيديو بارطاجيوه. اترككم في رعايه الله وحفظه. نتلقاو في حصان قبل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.